السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعات ومتابعين قناة الجرس. في الآونة الأخيرة الجميع كيتحدث على رفع الحجر الصحي، والجميع كينتظر والكل كيتساءل حول الحجر الصحي، واش عيترفع ولا ما عيترفعش. كلشي كيسول واش الحجر الصحي عيتمدد ولا ما يتمددش، واش الحجر الصحي عيزيدو فيه ولا ما يزيدوش فيه. دوك هذه بطبيعة الحال أسئلة مشروعة، وحنا في هذا الفيديو نحاول ما أمكن أن نجاوب على هذا السؤال. السؤال الأساسي هو أنه هل سيتم تمديد فترة الحجر الصحي أم لا؟ كنا ديجا هضرنا في الفيديو اللي سبق على أن رفع الحجر الصحي مرتبط بطبيعة الحال بتطور الحالة الوبائية، وعطينا جوج مؤشرات سميناها مؤشرات صحية أو معطيين صحيين، جوج معطيات صحيين ضروريين. هو واحد معطى سميتو R0 وشرحناه مزيان في الفيديو اللي سبق. اللي مازال ما شافش هذا الفيديو راه كاينه في صندوق الوصف من تحت اللي بغى طالع عليه. وقلنا ان هذا ار زيرو هو سرعه انتشار فيروس كورونا. قلنا هذه سرعه الانتشار ديال فيروس كورونا خاصها تنخفض، هذا المؤشر الاول. المؤشر الثاني خص تطور عدد المصابين كذلك، او عدد المصابين خصو ينخفض، وهذا المؤشر الثاني. اذا هاد المؤشرين بجوج خصهم يكونوا في انخفاض، دونك اسبوع من بعد اسبوع، على الاقل اسبوعين او ثلاث اسابيع خصنا نلاحظوا في هاد المؤشرات كتنخفض بشكل مستمر، باش نقدروا نهضروا على استقرار الحاله الوبائيه، او اصبحنا في وضعيه ايجابيه ممكن من خلالها اننا نرفعوا الحجر الصحي، سواء بشكل اطلاقي يعني بشكل كلي او بشكل تدريجي. الى ان واقع ديال الحال هو ان مؤشر ار 0 لم ينخفض، اذا مؤشر ار 0 ما انخفضش، باقي اكبر من واحد، وعدد المصابين حتى هو ارتفع في الاسبوع الاخير مقارنه مع الاسبوع اللي كان قبل منه. وهذا البيان هذا راه كيوضح هذا الشيء مزيان. لاحظتوا مزيان في هذا البيان ان الاسبوع اللي كان قبل كانت عندنا 838، قبل هذا الاسبوع ديال 838 كانت وصلت لاعلى عدد من الاصابات اللي هو 1100 1200 و100، ثم انخفضت وعطاتنا امل، انخفضت 838 قلنا سي بون، دونك الوضعيه حنا عندنا غاديه كتستقر وغاديه في الانخفاض، عدد المصابين غاديه كتنخفض. فرحنا بطبيعه الحال وخصنا نفرحوا. من بعد عاود ارتفعت وللاسف من 838 الاسبوع اللي كان قبل 27 ابريل حتى 3 ماي، ارتفعت في هذا الاسبوع الاخير من 4 الى 10 ماي اللي وصل فيها العدد 1160 مصاب. شحال بقاتنا باش تسالى المده ديال الحجر الصحي؟ الحجر الصحي نورمالمون المدة ديالو عتسالى في 20 ماي، إذا بقاتنا أسبوع. فهاد الأسبوع اللي بقات واخا يعاود ينخفض هاد المؤشر هذا اللي هو مؤشر ديال عدد المصابين، راه ميمكنش أننا نقرروا ولا الحكومة أنها تقرر ولا المسؤولين أنهم يقرروا برفع الحجر الصحي انطلاقا من مؤشر ديال الأسبوع. امبوسيبل، خص ضروري على الأقل أن هاد الانخفاض هذا يبان، فهاد المبيان هذا لمدة 3 أسابيع وحنا غادي كنخفضوا بشكل متتالي. يعني هاد عدد المصابين غادي كينخفض الأسبوع الأول، ثم انخفض في الأسبوع الثاني، ثم انخفض في الأسبوع الثالث، على الأقل 3 أسابيع باش كيبان أن هاد بصح بصح أن الحالة الوبائية عندنا في المغرب كتستقر وغادية في انخفاض، وبالتالي ممكن آنذاك نخرجوا بقرارات ديال رفع الحجر الصحي على الأقل بشكل تدريجي. ولكن الآن ما يمكنش انطلاقا من التصريح ديال وزير الصحة ديال ان هاد المؤشرين هما اللي يحكموا واش نرفعوا الحجر الصحي ولا ما نرفعوش. اذا هاد المؤشرات الان راهما يحكموا ان الحجر الصحي ما يترفعش. قلنا ار 0 بقات مرتفعة اكبر من واحد، وعدد المصابين ارتفع من 838 الى 1160. الا عطينا لهاد التحليل اللي درت لكم دابا 50% اعزائي المشاهدين، 50% من الصحة، 50% خاطئه، داكوغ، نعتبروا انه اللي كيحلل يقدر يخطا، قدر انه يصيب ماشي مشكل، ولكن مين غنجيبو التاكيد ديال 100%؟ وانا كنعتقد بزاف الناس غيكونوا شافوا التصريح ديال سعيد امزازي الناطق الرسمي باسم الحكومه. طبيعه الحال هو وزير التربيه الوطنيه والتكوين المهني، ومازال هو وزير التربيه الوطنيه، ولكن ضافت له مهمه اخرى ديال الناطق الرسمي باسم الحكومه. سعيد امزازي الناطق الرسمي باسم الحكومه شنو قال في الصفحه الرسميه ديالو؟ نتبعوا جميع شنو قال سعيد امزازي. سعيد امزازي قال: للاسف وكما يظهر جليا في هذا الرسم البياني اللي شفناه جميع، لسنا بعد في مأمن من هذا الوباء،
لاحظوا مزيان، لسنا بعد في مأمن من هذا الوباء. إشارة الأولى، كنا نظن في الأسبوع المنصرم أن الحالة الوبائية ببلادنا في تحسن، وأننا نبتعد شيئا فشيئا عن مرحلة الخطر، وأننا نتحكم في وضعية الوباء بشكل جيد. ولكن يجب على كل المغاربة أن يستوعبوا أن المعركة لم تنتهي بعد. إشارة ثانية، المعركة لم تنتهي بعد، يعني كيهضر هنا على التمديد. راه هذا الكلام اللي كيقول سعيد أمزازي ما يمكنناش نفسروه إلا بالتمهيد من أجل التمديد، إلا من أجل التمديد، تمهيد من أجل التمديد. نكملوا، لقد حققنا الكثير وتفادينا الأسوأ بتضامن الجميع، فلنواصل إذن هذا الصمود ضد الفيروس. فلنواصل، استروا ليها مزيان، فلنواصل يعني نكملوا الصمود ديالنا ضد الفيروس، يعني تمديد. ولكل المغاربة نقول لنتعامل جميعا وفي آن واحد بوعي ومسؤولية وبمزيد من الالتزام بالحجر الصحي. بطبيعة الحال نثمن هذا الكلام وكنأكده، التزموا بالحجر الصحي والتزموا بكل الإجراءات الوقائية الأساسية من أجل أن نحمي رأسنا ونحمي وليداتنا من الوباء ديال كورونا بطبيعة الحال، ومن أجل أن ننجحوا العملية ديال الخروج ديال المغرب من هذه الحالة الوبائية، وأننا نخرجوا من الحجر الصحي بسلام. نكملوا، وبتطبيق للإجراءات الوقائية والاحترازية بطبيعة الحال، وإلا فلنتحمل كلنا المسؤولية، وإلا فلنتحمل كلنا المسؤولية بطبيعة الحال. إحنا كاملين كنتحملوا المسؤولية، إحنا كمواطنين وانتوما كمسؤولين كنا كنتحملوا المسؤولية بطبيعة الحال. إذا بالنسبة لي أنا انطلاقا من التحليل اللي درنا، اللي قلنا فيه 50% ديال الصحة، 50% الأخرى اللي بقات باش نأكدوا أن التمديد غيكون، هو التصريح ديال الناطق الرسمي باسم الحكومة في صفحته على الفيسبوك. إذا التمديد غيكون بطبيعة الحال نهار 18 الشهر الجاي، غيكون الإعلان على التمديد. نهار 18 هو ماشي تاريخ رسمي، وإنما راه هو التاريخ الممكن ديال الإعلان عن تمديد ديال الحجر الصحي. يعني هو ماشي بالضرورة أنهم يمدوه لمدة شهر، ممكن أنهم يمدوه فقط لمدة 20 يوم، لأنهم محتاجين فقط واحد 3 أسابيع حتى 4 أسابيع الماكسيموم باش يبان لهم فيها المؤشر والتطور ديالو. لأن الأسبوع اللي عندنا دابا ما كافيش، اللي بقى لنا دابا من هنا 20 ماي ما كافيش، دونك خصنا واحد جوج أسابيع أخرى، وجوج أسابيع أخرى راه هي تقريبا 14 يوم، وهذا الأسبوع هذا دونك هي 20 يوم، محتاجين 20 يوم باش نقدروا نعرفوا واش التطور ديال الحالة الوبائية مستقرة وانخفضت بالشكل اللي ممكن أننا نقرروا فيه أننا نرفعوا الحجر الصحي ونستأنفوا الحياة ديالنا بشكل عادي. وشكرا على انتباه ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.